طيب هنا بيقول لي في حاجة اسمها فاكتلس فاكتلس فاكت تيبل. ايه فاكتل دي؟ امتى اقول عن الفاكت تيبل ده فاكتلس؟ بمعنى بقول لك ان على سبيل المثال let's say we are building fact table to track the attendance. عايزين نعملوا track fact table عشان يمينتر الاتندنس for a student for analyzing student attendance. It's possible dimension هتكون عبارة عن ايه؟ student, course, date, room, professors. ماشي. The attendance may affected by of these. الاتندنس ده هيتأثر بواحد من الدايمنشنز الموجودين معانا. When you want to make mark the attendance relating to particular course, date, room and professor, what the measurement you come up with for recording event. ايه الميجر اللي انا استخدمها علشان اقدر ان انا اسجلها في كايفنت؟ In the fact table row, the attendance will be indicated with number 1. ان كل واحد ادخله رقم واحد. Every fact table will contain number 1 as attendance. هيحتوي على واحد لكل attendance. If so, why bother to record the number on of ليها اللي خلينا خزن لكل واحد في ال attendance as a one row, ولا هو summarizing ولا هو aggregate data. There's no need to this. مش محتاج ان انا اعمل كده عشان احط حاجة زي كده. ممكن تطلعها من table خلاص, من table عادي جدا خالص. This is very presence of corresponding fact table would indicate attendance. ده هيقول لي ان التيبل كود انديكيت ذات. ماشي, هيطلع لي الاتندنس. بس ذا تايب اوف سيتويشن اللي ما تكون موجوده عندي هون ذا فاكت تيبل ريبريزنت ايفنتس. لو الفاكت تيبل هيبدا يدخل لي داتا عاديه جدا خالص از ايفنتس, كل يعني بيدخل ريكورد 111 كلها ارقام تمثل رقم واحد عادي. such fact tables really don't need to contain facts. خلاص التيبل ده مش هيبدا يحتوي على اي فاكتس. فاكتلس فاكت تيبل, عشان كده بيسموه فاكت. من الاخر هو عايز يقول لنا ان طول ما ان الفاكت تيبل مش حقق لي اني سمرايزيشن او اجريجيشنز, فمش من فايد ان انا اعمل له اي فاكت فنسميه فاكت تيبل. انا مش هحصل منه من الاخر على اي ميجرمنت. Measure or facts are present in fact table. However, there are business events or coverage that could be represented in fact table. Also, مفيش نموذج associated with it. مفيش أي حاجة تحقق لي measurement أو من إيه؟ من الشكل اللي أنتوا شايفينه ده. Still, بنتكلم في the star schema. Note the following carefully: standard star schemas, matrix or fact be analyzed. The business dimension need for analysis. ظاهرة available for drill down and roll up, the primary and foreign keys. كل حاجة اتكلمنا فيها ادي. لو عندي حاجة مثال زي البرودكت والتايم والسيلز فاكت ستور بروموشنز, دي كلها عبارة عن اتفقنا ان كل كي من دول هيتحط عندي انا هنا. والسيلز فاكت هتكون ريليشن بتوين كل الارقام الموجودين عندي دي. ماشي, ده مثال تاني ممكن الواحد يبص عليه. طيب ايه الامثله اللي موجوده عندي في الستار سكيما؟ عندي في الداتابيز موديلنج عامه, بالذات في الداتا ورهاوسنج, عندي حاجه اسمها ستار سكيما, سنوفليك سكيما, عندنا فيك حاجه اسمها فيك كونستليشنز. اتكلمنا باستفاضه عن ستار سكيما. طيب ايه هي السنوفليك سكيما؟ اس ميثود اوف نورمالايزنج دايمنشنز تيبل. هي بقى طلع اكتر من دايمنشن شيء, او هتعمل نورماليزنج للدايمنشنز تيبلز. بمعنى ايه؟ اذا كان التيبل الواحد زي تيبل الكاستمرز في كاستمر شيل معلومات عن مثلا سيتي, لا فانا هفك شويه ايه التيبل ده, فانا هتنقل شويه من مرحله الدي نورماليزيشن لمرحله النورماليزيشن عشان احصل على معلومات اكتر واكتر. When you completely normalize dimensions table, لما تعمل normalize للdimensions table, the reason structure resemble هتبقى عبارة عن حاجة اسمها snowflake. تمام, لو في الشكل 11.7 هنشوفه فين. 11.7 اهو. تمام, هو عادي, ده الستار سكيما العادية جدا خالص. بس انا لو في الستار سكيما فكيتها بالمنظر ده, ادي البرودكت اهو تقسيم تو البراند وكاتيجوري, والطاقة عادي من هنا مفيش اي
اي نورمالايز، فانا عملت هنا عملت دي نورمالايزيشن، فكيتها من دي نورمالايزيشن لنورمالايزيشن. فده هي اول ما تعمل حاجه زي كده فدي هو عباره عن ايه السنو فليك سكيم. contains quantity price and other relevant، ما فيش اي مشكله. this is هي عباره عن كلاسيك ستار سكيما denormalized for optimal query across and following of dimensions. the model is not insert for formal form. يبقى الفرق بين الستار سكيما والسنوفليك سكيما ان السنوفليك فيها عدد تيبلز اكتر عشان عملت اللي النورماليزيشنز. طيب ايه الادفانتج او الادفانتج؟ الادفانتج ان انا عملت سمول سيفنج ان ستورج سبيس، قللت المساحه بتاعت عدد التيبلز الموجوده عندي، وعملت نورماليزيشن استراكتر ار ايزير تو ابديت مينتين، عشان اقدر ان انا ايه ابديت او مينتين او التيبل ده الموجوده عندي. ماشي، طب ايه هي الديس ادفانتج؟ سكيما ليس انتويتيف اند اند يوزر ار بوت اوف باي كومبلكستي، ان بدل ما كنت انا مسهل على اليوزر ان هو يبصل حاجه ويبدا يشوفها، بدات اصعب له الدنيا شويه في عمليه البيزنس مانجر فيو. ability to browse through content difficulties، القدره على ان انا او ان انا عشان ابدا اشوف الحاجه بتاعتي او اتصفح الحاجه دي او ابدا اشوفها زي ما كنت بشوفها الاول بسهوله، لا هتكون اصعب شويه. degraded query performance because of additional joins، وده اتكلمنا فيه من الاول خالص ونديت بيه، ان طول ما انا بعمل عمليه النورماليزيشن طول ما هيكون عندي ايه additional join، طول ما هيكون عندي low of a performance. I went to snowflake schema. امتى اروح للسنوفليك سكيما؟ شفنا في الفجر 11/10 احنا كنا بنتكلم 11/10 اهو. ماشي، هاوس سب دايمنشن فورمت اوت اوف كاستمر دايمنشنز، هنروح نبص عليها كمان شويه. سميك ا لوت اوف سنس تو سبريت اوت ديموغرافيك اتريبيوتس انتو انذر تيبل بيكوز يوجوالي لود ديموغرافيك data times different from times when you load the dimension the attributes. بيقول ان هو عادة ان انت كل شوية بتلود الجيوغرافيك اريز بتاعتك مرات مختلفة، تمام. when you load other dimensions attributes، لما كل شوية تعمل لود او تعمل update للود attributes بتاعتك. The two sets of attributes differs in greatly. If the customer dimension is very large, running into millions of rows, saving storage space. اللي هو بيقول يعني انا ملاحظ ان الريكورد ده بيحصل له عدد كبير جدا عامة، او بيحصل زي مين بيتحول لمليون اوف روز، تم يفضل ان انت ايه عشان ما تلودش الدنيا تاخد معاك وقت في الابديت الخاص بالسكيما بتاعتك، فضل انت دي ايه تطلعها بالشكل ده عشان يوفر عمليه الوقت، يعني تحط الكاستمر بتاعتك وفي الاخر ايه تلود ده براحتك زي ما انت عايز. another valid reason for splitting out، دي اللي انا خليني اعمل splitting للسيتي اللي كانت موجوده اصلا في كاستمر لوحده. the browsing of attributes، user may have browsing the graphic attributes more than others in the customer. يعني هو بيقول ان لو انا هجيب الحاجة بتاعتي بدلالة السيتي مش بدلالة الكاستمر اكتر من الكاستمرز، حلوة دي، تمام، فيفضل انا ايه افصلها في تيبل واحدة اهي تاني بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده. families of stars من اللي احنا بنسميها constellations. constellations دي بمعنى طول ما انت هيكون عندك اكتر من فاكتي والمربوط بدايمنشن بنسميها حاجه اللي هي بنسموها الفاميليز. يعني عندي الفاكت تيبل ده مربوط بده ومربوط بحاجه في دايمنشن خاصه بالفاكت تيبل لهم ريليشن ببعض، فدي بنسميها ايه الكونسلتيشنز تيبلز، اللي هي ان عندي فاكت تيبل وفاكت تيبل له ريليشن في دايمنشنز خاص بده وده له ريليشن بدايمنشن خاص بده، يعني عاملين زي ايه زي فاميلي، ودي هي كونسلتيشن ايه سكيم. طيب فالستار سكيما سنجل لارج اللي هي معتمد على دي نورماليزيشنز اند وان تيبل فور ايتش دايمنشن. ماشي،
each fact points to one tuple in each dimension that has additional attributes. يعني كل فرع من الستار دي هو عبارة عن dimension واحد وعنده أكتر من إيه من attributes. Snowflake variant of مختلفة شوية عن الستار سكيما موديل عبارة عن إيه single and large center fact table and one or more tables for each dimensions. بدل ما كان dimension one table لا هنا أكتر عبارة عن إيه more one table. Dimension table are normalized for dimension enable في Snowflake على عكس الستار سكيما هي عبارة عن normalized split dimension table لـ additionally table تاني. Fact أو family table multi fact table عندي أكتر من fact table share dimension table اللي هنشوفناه في الشكل في الرسمة اللي عندنا. The schema is viewed as collection of stars فيها أكتر من stars وكل star له ريليشن مع دايمنشنز موجود مع في فاكت تاني بنسميها حاجه اسمها جالاكسي سكيما او فاكت كونسلتيشنز سوفيستيكيتد ابلكيشن كويري ودي بنستخدمها شويه للناس اللي هي عندهم اكسبكتيشنز في حته في الداتا ايه داتا هاوسنج. ونقفل الموديول اللي هو الطويل كله كلام نظري كتير عن الحاجات بتاعتنا دي. شكرا.